هذا جدي، هذا منا جدي، مع فرحة عباس. هو فرحة عباس، هذا جدي. هكذا هذه أختي الكبيرة، نقول لك مليح بزيد تشوف جدي وفرحة عباس. من قبور المتطوعين تشهد بهذا، سيتادير ابن باديس كان هو قابل بهذا الشيء مع فرنسا باش يبعث لي تيرايور كما تقول انت مساكن، يروحوا يموتوا على فرنسا في الاوطان وتستعمر بهم البلدان. بارك الله فيك. اجمع هذا الخطاب هذا سي اون 1936، هذا كي كتب فرحات جورنال بن باديس رجاله. انت اللي قلتها هذه، بن باديس هو شنو يقول؟ بن باديس راه يقول شفت كيف هاو التكس. بن باديس قال شتوا يا جماعه تكس، شو وين عطيتلكم هذا ولا يدير كيما المدلس صاحبهم بكري مدلس عاد يدرق الفوق واش كاين راقت يعني شغل يروحوا يجريوا ويديروا هذا ويهضر على الجماعه اللي تاع الانديه الجبريه ما عندها حتى علاقه مع فرنسا. كمل اسمع المدلسين اسمعوا نزيدوا اسمعوا مليح. 36 تقول انت هذا جوي 36 تقول باللي كان مع فرنسا باش يقول الناس روحوا تحاربوا والقره ما بداتش. انا حسب واش قريت انا فرنسا العقبي خلاتو ستون بالوكانو. علاش؟ باسكو العقبي عنده قضيه في العداله، حبوا يستفزوا المشاعر تاع بن باديس يقولوا فوالا جابوا راحوا نيغوسيو مع تو الموند ما قبلوش بن باديس قال لهم امبوسيبل تو الموند ما قبلش. هذاك المومو كان البشير الابراهيمي في المنفى. المهم الاخرين كاع ما قبلوش مبارك الميلي العربي تبسي تو الموند ما قبلش. بصح العقبي على بالهم قادر يأثر على بن باديس لسبب أنه قيادي في الجمعية. ثانيا العقبي عنده قضية كما قالوا كما دار بن باديس حوس وجرى لفرنسا وخلصوا الدية باش يخرجوه من السجن، اليوم نستعملوا أيا روحنا العقبي احنا عندك قضية في العدالة روح له إما تجيب لنا بن باديس يدير لنا وثيقة والسلام عليكم وطفي الضوء سينو على بالك واش الوثيقة اللي نهضروا عليها اسمها شغل فتوى تاع وثيقة تاع فتوى. ايه وثيقة كما داروها كامل الأحزاب اللي كانوا هذاك الوقت نروحوا مع نحاربوا مع فرنسا. هذه الوثيقة هذه أو الفتوى هذه اللي لازم يكتبوها أو ميثاق ولا راح العقبي عند بن باديس قال له يا الشيخ قال له فوالا ماذا بك ديرنا وعلى بالك فرنسا راهي جبت مورانا وصفر هذاك مومو كانت قضيه غلقت لهم لي زيكول ومنا قال له نخاف على الجمعيه. بن باديس التامس من عنده باللي صح يحب الجمعيه ولكن التامس فيه الامر الشخصي. ناض بن باديس قال له حبس قال له خويا مانيش وحدي نشوفوا اللجنه المركزيه ونشوفوا الجماعه اللي راهو معنا خويا نديروا لهنا سي تري امبورسون راحوا شافوا قالوا لازم نشوفوا اللجنه. انا نفهم انا نوليس يقرا العربيه بصح انا شتي نفهم ونفهم الناس معايا. هذا جا العقبي عنده مشكل تاع لافير تاع بن كحول حكموه بها زيرو قالوا روح شوف بن باديس قالوا راحوا باش ابراهيم كان منفى قالوا انا خاطر روح شوف بن باديس ايه. ومن بعد راح شافوا العقبي هذا العقبي راح لبن باديس قالوا القضيه كا واش تقول نديروا لهم كيما داروا الحزاب الاخرين نديروا لهم شو نعطيهم فيفير باش يعني الشعب الجزائري ينجم يروح. قال له بن باديس لا قال له انا ما نقدرش نقول واحد ما راني نحشم منك حبيبي وكل شيء كان اللجنه نروحوا نشوفوها. راحوا شوفوا اللجنه هذه في 14 كمل خويا لونيس افهم شويه افهم مدلسين افهموا في الديمقراطيه باش تشوفوا بن باديس على ليبوك يخمم بالانتخابات راحوا انتخبوا شد الديمقراطيه هذا وقت ما كان يدير الدماغ راحوا انتخبوا روح غلبوهم 14 كونتر 3 ولا اسمع شوف نعت كذي الجمعيه باش تعرف بلي فيها الديمقراطيه. كي تقول انت جمعيه هذه ما عندهاش منهج انتما تحبوا تخلقوا منهج ذراع لبن باديس. الجمعيه هذه فيها اباضيين فيها شيعيين فيها تاع الزاويه الصوفيين فيها يعني منهج مام الورثي لاني على الاخر ظهر قال لك بلي راهو اخواني يعني كل واحد عنده عقليته واتجاه تاعو. بن باديس يقبلوا كل مام اتاتيرك يجي معاهم ثم يقبلوا واحد علماني يقبلوا يدخل في الجمعيه يقولوا مرحبا بك يقبل الناس كل. الذي ما عندوش منهج تقدرش تقول له انت الشيوخ تاعكم جمعيه العلماء حد يراش هو اللي ستوني كول عندها منهج والمنهج يتبعوه الناس كل فهمت براسه ما يحتاج تحب تلزقوه ذراع في كاشي يعني منهج وهابي كما داروا له بكري وهابي من شيعي تقيه صوفي ما لقولوش
فرنسا وداخل فيه. روحوا شوفوا كما قال لكم نويس، كان ديليفرهم داروا على بن باديز، كل سمانه باعثين الناس، ناس ديسكري سما يتجسوا عليه ويجيبوا الرابور كل سمانه واش دار بن باديز، وين راح وين جا واش قرا وشكون لاقى شكون اللي راح. فرنسا داخل فيه كيك العبد هذا اللي فيه عام جمل الجزائريين كل في 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 عام لما 100 سنه الجزائريين ما تجملوش هو يجملهم يا صاحبي. العبد هذا داخل فيه، هذه الحقيقه. انا يعني ما تدخلش في راسكم هكذا انتم، هذا الشيء اللي عندكم واحد جزائري كيما هكا يعني اللي فرنسا داخلت فيه ما قدرش تريبو حتى راه جو قتلوه، انتم مازلتوا عقابوا دركا تقتلوا فيه هو حي. ما سي با فري، تكملوا الخدمه تاع فرنسا بن بلا ما نجمش طريق تروا جو بونس تروا ولا كات ربحوهم سحاب العقد اللي كاين زو هذه نعرفوا عني بلي جمعيه العلماء فيها اختلاف من بكري. لا كاين بيان سور بيان سور، باش يعني نقولوا جمعيه العلماء فيمشيو كل على عقيده من بعد. شوف المهم كيما باك هذه تاع العقبي، العقبي كي قالوا بنو كي داروا الفوت، كي داروا الفوت ربحوهم ليكيب تاع بون جو دير ليكيب تاع بنو باديس. واش دار العقبي باش تعرفوا بليك الانسان اللي تربى داخل الجمعيه توجو عنده برينسيب. فرنسا عاود ولات عنده راح عند فرنسا قالوا كيفاش، قالوا ما بنو باديس امبوسيبل. واش دارتهم بعد فرنسا؟ كانت راحت للمنفى عند باش الابراهيمي، باش ابراهيم قنبر بهم قال لهم هضروا مع بنو باديس. قالوا يا ودي بنو باديس ما كان والو، بنو باديس قبل ما يموت بعث له بريه، راكم تعرفوا البريه هذيك. المهم العقبي شا دار؟ العقبي عاود ولات عنده فرنسا وحده على الانفراد، قالوا شوف بنو باديس ما يحبش فلاني ما يحبش، انت دير اخويا وحده باسمك، عندك متتبعين تاعك فهمت، عندك شويه الناس اللي يديروك لايك. ويقال لهم لا لا، قال لهم هذه ما نديرهاش مدام ما درهاش بنو باديس انا ما نديرهاش. واش يحب يقول المدلسين؟ سما العقبي اللي بعد راحت ليه فرنسا قالت له غير دعطينا وحدك، استنى اعطينا فيفر وحدك، غير شوف جماعه اللي تبعوك انت ما يجيو لنا اشتا كميه تجي ما تجيش بليسونسي اعطينا ورقه برك. قال لهم لا مادام قبلت الجمعيه انا ثاني ما نقدرش ندير. مارك الضغط عليها قال ما نقدرش الجماعه ما قبلوش ما قبلوش، ما نقدرش نخرج انا من الجماعه. ومن بعد كي قبل بن باديس الجورنال باش ما تصراش فتنه، قبل الجورنال 38 39 وقت الحرب، قبل الشهاب هذاك يعني باش ما يضغطوش عليه، باسكو حين فرنسا تقول لك كون معايا ولا ضدي، واش دار قبل فهمت. وكان كلمه نسيناها ما حكيناهاش، تسمى بالكلمه هذه كله قالت لي فرنسا قول لا اله الا الله لا قلتها ما قلتها، هذه جاء في النهار هذا. قالوا كيقولوا العقبي سأل بن باديس، هذه نسينا نهضروا لكم، نهضر انا في بلاصه لونيس سمحنا لونيس، سألت انا ثاني ما سألتكش. قالوا العقبي وش قلت انت وش فوطيت؟ قالوا هذه حتى نزيد تشورني، قالوا حتى تشورني يعني وش فوطيت؟ بياسين فوطي لا لا. قالوا عن بالي بلي تا جاو شافوك، قالوا حتى انا جاو شافوني قبلك، كي تقول جاو شافوك انت الاول او شافوني حتى انا، جاو هضروا معايا وداروا لي الضغط فهمت. وقلت انا دوك مارك يجيو يقولوا لي لا اله الا الله ما قلتها. شوف كلمة تاع لا اله لا اله الا الله يعني قال مش قول نكفر وما نقولهمش بلي نعطي الفوفير بالجزائريين يروحوا يحاربوا على فرنسا. ويجيكم واحد بجدو يخدم في الجورنال تاع هذا صحاب الاندماج يخدم مع بن جلول ها وش يقول لكم؟ شوفوا يا جماعه في 36 يقول لكم شوف ذا شوف وش يقول لكم من قبور المتطوعين تشهدوا بهذا، سيتادير ابن باديس كان هو قابل بهذا الشيء مع فرنسا باش يبعث لي تيراير كما تقول انت. هذه هدره سموها يا جماعه، هذه الاناليز هذه ولا تكتملوا بالكتيبه؟ باسكو الشيء اللي يهضر فيه لونيس مكتوب وش صار في وقت 38 وقت الثوره والجماعه وداروا جمعية اسمها كونسيل في 14 عبد وداروا انتخابات المركزيه تاعهم، داروا انتخابات وخرجوا اسمها 14 ضد اسمها 14 وخرجوا ثلاثه كونتر والباقي كونتر وثلاثه بور. كان لا ليبرتي لا ديموكراسي في الجمعيه تاعهم كل شيء. درك هذا انسان مدلس ولا مش مدلس؟ هذا جدي، هذا منا جدي، ما فرحة عباس، ما فرحة عباس، هذا جدي، هيدا، هدي أختي الكبيرة، نقول لكم مليح بزيد تشوف، جدي وفرحة عباس.
Il avait d'abord cru à l'Algérie française, ce petit pharmacien de Sétif, ce pur produit de l'école française. Il avait milité pour que ses compatriotes soient des citoyens français à part entière.